اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. ازاي اشكر فقد بارك؟ ده موضوع حلقتنا النهارده، ويسعدني ارحب بضيفتي دكتوره ايمان لطفي. اهلا بك يا ايمان. اهلا يا نرمين. التحديات بقت اكتر مننا، علشان كده مش قادرين نرتاح وجوانا تعب. ازاي اشكر ويكون الشكر مفتاح للراحه؟ وازاي يساعدني اعدي الاوقات الصعبه؟ ايمان، ايه رايك وازاي نقدر نعدي؟ الحقيقة احنا عايشين في ظروف صعبة شوية، والناس كلها حاسة بيها. ففي وسط الظروف الصعبة دي، وسط الغلاء اللي بقى صعب جدا، في وسط الاحتياجات اللي مش راضية تتسدد، في وسط النور اللي كل شوية يتقطع، في وسط كل الحاجات دي، ازاي اشكر؟ علشان اشكر ده تحدي، فعلا تحدي ان انا اشكر في وسط كل الحاجات دي. لكن يعني التحدي ده لخيري أنا، يعني ربنا عايزني أشكر لأنه عايز يخليني فرحانة ومبسوطة ومرتاحة. طب وانا ازاي اقدر اشكر يا ايمان وسط الظروف دي؟ علشان أقدر أشكر في وسط الظروف دي، أولا عايزة أحكي قصة. القصة يعني القصة دي بتوريني يعني أعمل إيه، يعني مفتاح، لأنه في مفاتيح، يعني في مفتاح للشكر ومفاتيح للراحة اللي المفروض أكون موجودة فيها. الشكر، القصة دي عجبتني قوي. يعني بتقول إن كان في يعني ملك عظيم كده. الملك ده عنده وزير، الوزير ده بيثق فيه جدا، وعنده عبد. العبد ده فيه صفة غريبة قوي، يعني هو الملك على الرغم من انه عنده يعني كل حاجة هو محتاجها، غنى وكرامة وسلطة وكل الحاجات دي، لكن كان على طول وشه متنكت كده ومتضايق ومش طايق نفسه وعلى طول متذمر. الغريبة بقى ان العبد على الرغم من انه كان فقير جدا وما عندوش حاجة، لكن كان بشوش وحلو، وكان الناس كلها تبقى نفسها تقعد معاه ومبسوطة منه. حتى الملك ده نفسه مريح، يعني شخص مريح. وبشوش كمان. فالمهم الملك راح للوزير اللي بيثق فيه ده وقال له أنا نفسي أعرف إيه سبب إنه الشخص ده في يعني في الراحة دي وفي البشاشة دي، وأنا على الرغم إن عندي كل حاجة لكن أنا تعبان. فالوزير قال له طيب جرب معاه موضوع 99. قال له 99 ايه؟ قال له انا هقول لك تعمل ايه. خد كده سره وحط فيها 99 دينار ذهب، واكتب عليها 100 دينار هديه للخادم الامين، وحطها على باب بيت الراجل ده. فالملك عمل كده وجاب حد حط السره دي. قال له بس السره دي فيها 99 وانت تقول له انت معاك 100. فالمهم ايه، الخادم فتح الباب يعمل حاجه، بص لقى الصوره دي موجوده. لقى فيها ايه، فيها ذهب كده، وفيها فتحها لقاها ذهب. انبسط قوي ولقى الكلام بقى المكتوب عليها 100 دينار ذهب. فانبسط قوي واخد بقى ايه الدينارات، قعد يعد فيها يعد فيها، بص لقاها 99 مش 100. قال أكيد الدينار ده وقع على الباب. فقام راح لولاده وقال لهم تعالوا نشوف، هات حد يجيب لي مصباح ونشوف فين الدينار اللي وقع ده. قعدوا يدوروا يدوروا في كل حتة وفي كل جنب ما لقوش حاجة. قام راح قال لهم أكيد حد فيكم اللي خد الدينار ده، يا إما خده يا إما ضيعه، قولوا لي مين اللي خده. العيال يقولوا له احنا ما شفناش الصوره دي اساسا قبل كده. فضل يزعق فيهم ويتضايق منهم، ويعني كان متضايق منهم، وفضل طول الليل يدور على الدينار اللي كان متخيل انه مش موجود. والصبحيه راح بقى شغله، بعد ما كان بيروح بشوش وحلو ومبسوط، لا راح شغله ايه؟ وهو متنكد وتعبان ومتضايق. فالملك بص له وبص للوزير نظرة ايه
يعني نظرة بتقول له ايه، عندك حق انا فهمت. فالمهم عايزة، القصة دي كلها بتقول حاجة مهمة قوي، ال99 دينار دول هم 99 نعمة الله اداها لنا في حياتنا، وفي نعمة مش موجودة. احنا سايبين ال99 نعمة اللي ربنا اداها لنا، وعمالين ندور على ايه مركزين على اللي مش النعمة موجودة. اللي مش موجودة، وممكن يكون سببها احنا او اي حاجة. التسع يعني ناس كتير جدا مننا ما كانتش بتاخد بالها انها عندها حاسة الشم وحاسة التذوق وحاسة والنفس اللي بتاخده، والحاجات دي كلها ظهرت ايام الكورونا. ايوه يعني كنا ناكل الاكل مش مستطعمين. مش مستطعم، ملوش طعم وملوش لون وملوش اي حاجة، كنا بنبقى تعبانين جدا منه. في ايام كورونا عرفنا انه ربنا ادانا نعم كتير قوي واحنا ما كناش واخدين بالنا منها ابدا. ده اللي بيحصل، مع انه المفروض انه ربنا ادانا كل شيء بغنى للتمتع. يعني الله ادانا ال99 نعمة دول عشان نتمتع بيها وعشان نفرح بيها، لكن احنا بنركز على النعمة اللي مش بنركز موجودة. على اللي مش معانا وبنتعب جدا من كده. عايزة احكي حاجة انا مريت بيها، ويمكن هو ده السبب اللي خلاني النهاردة افكر في موضوع الشكر ده. كنت مرة نزلت يعني في مكان معين، الشمس كانت جميلة فقلت اقعد في الشمس شوي، ففعلا قعدت انا وجوزي يعني في الشمس. وبعدين وانا راجعة بصيت لقيت الساعة 3، ايه ده الساعة 3 ده النور هيتقطع دلوقتي. انا عندي مشكلة في موضوع النور ده، يعني ببقى تعبانة جدا والنور اتقطع الاول من 8 ل 10، بقيت زعلانة إيه بيسيبوني لوحدي وانا قاعدة لوحدي وتعبانة وانا متذمرة والدنيا بتبقى ضلمة ومش شايفة حاجة، قاموا خلوه من 1 ل 3، ايه ده برضو نفس القصة وكمان لا مش يعني مش الدنيا ضلمة، لكن ايه لا عارفة اطبخ ولا عارفة اخد بالي، وعندي في الوقت ده اجتماع اونلاين مش بيبوظ بتقدر. عليا، يعني بقيت زعلانة. قاموا خلوهم 3 ل 5 برضو نفس القصة. فانا ساعة الوقت ده كنت ايه راجعة الساعة 3، فعمالة اتذمر برضو هو ليه هما ليه بيقطعوا النور، وتعبانة جدا من الموضوع ده. وبعدين بصيت لفوق كده لقيت الشمس جميلة، فقلت ايه ده، ده انا مش واخدة بالي خالص انه ان كان النور بقى يتقطع لكن الشمس ربنا مديها لنا. يعني كانت ايامها في نص يناير ودلوقتي لحد نص فبراير وبرضو الشمس ايه جميلة، كل ما ننزل نلاقي الشمس ايوه يعني مالية الدنيا، كأنه ايوه ربنا بيعوضنا عن الحاجات الصعبة اللي احنا عايشين فيها بنور الشمس وبضوء وحرارة الشمس الجميلة، مش مخلينا نحس بسقعة ولا بأي حاجة من دي. فالحقيقة الرؤية اختلفت يا إيمان. قعدت يعني فعلا اتبكت جدا، قلت له يا رب يعني انت كل حاجة مديها لي، مديني حتى الشمس اللي المفروض في الشتاء تبقى مش موجودة اديتها لي وعوضتني بيها. وانا وناس كل كتير مشكله محرومة من وناس الشمس، يعني بلاد كتيرة بلاد كتيره محرومة من فيها الشمس. يعني ما فيش شمس، لكن يعني مش في البلاد كلها لكن بلاد معينه ما فيهاش شمس خالص، لكن احنا ربنا مدينا وحبينا بجو رائع وبشمس جميله، نقدر يعني نتمشى ونروح ونيجي في يعني عز نقدر البرد. نقول انه الرؤية ديت من ضمن الحاجات اللي بتخليني ما اقدرش اشكر، الرؤية السلبية. ما انا يعني عايزه اقول انه انا ساعتها حسيت انه ايه انا ما ببصش الا للحاجه السلبيه، فابتديت افكر قلت هو انا ايه اللي بيخليني اتذمر بالطريقه دي، ليه انا بتذمر كده؟ فلقيت في سببين قدام عيني قوي، يعني اول سبب منهم هو الرؤيه السلبيه. الرؤيه السلبيه بتخليني اسيب كل حاجه حلوه وابص على الحاجه اللي ما عنديش او الحاجه الوحشه، وده بيخليني ابقى متنرفزه. يمكن عايزه اقول انه اوقات
الموضوع النور ده بيجي وبيمشي من غير ما احس باي حاجه. لكن لما ببقى متنرفزه قوي، يعني لما بشوف السلبيات اللي في الموضوع ده، بلاقي نفسي هكت كده وتذمرت وتعبت. ف قعدت احاول افكر في الموضوع، وفعلا لقيت هو ده اللي بيحصل. يا اما السلبي ان انا مش شايفه الحاجه، يا اما السلبي ان انا شايفه كل حاجه حلو، يعني حاجه واحده وحشه اشوفها ايه اكتر من الحاجات الحلوه. يعني ايا كانت الامور اللي ممكن تكون يعني كتير مننا بيعدي بيها، بتبقى في ساعات حاجات اصعب يعني من موضوع النور، بس بيبقى ايوه اكيد في حاجات اكيد حلوه ساعتين احنا مش ومش واخدين بالنا. بيأثروا فيا قوي يعني. لا، وقصدي كمان انه مش بس النور، يعني ممكن ايوه يكون احبائنا في مشاكل اكتر، بس ممكن تكون في امور حلوه انا مش قادر اشوفها لاني مركز على الامور على الامور الصعبه اللي السلبيه. انا ايوه طيب ايه كمان؟ في يعني قصه قريتها كده كانت جميله قوي وفرقت معايا قوي. بتقول انه كان في كاتب ده كان بيشتغل في دار نشر وطلع على المعاش. اول ما طلع على المعاش ابتدى بقى يكتب، كان راس السنه يعني، فقال انا هكتب ايه اللي حاصل في الدنيا يعني اللي فاتت، السنه اللي فاتت. فابتدى اول ما كتب قال كانت سنه سيئه جدا عليا، حصل فيها حاجات صعبه قوي. اول حاجه طلعت على المعاش، بقيت من غير شغل. تاني حاجه ابويا اتوفى، وده كان غالي عليا قوي. تالت حاجه ابني حصلت له حادثه، والحادثه دي خلته يتاخر سنه عن الدراسه بتاعته. رابع حاجه عملت عمليه صعبه جدا وفضلت قاعد فيها شهر مش قادره اقوم من السرير، وكنت متضايق قوي وتعبان. كانت مراته جت تبص عليه بيكتب ايه، فلقيته بيكتب الكلام ده. فقامت راحت الاوضه وجابت ورقه تانية وكتبت كده، قالت كده السنه اللي عدت دي سنه جميله جدا، شفت فيها بركه ربنا، شفت فيها حمايته وحاجات حلوه قوي ربنا عملها عشاني. اول حاجه اني طلعت على المعاش، كنت شغال موظف في دار نشر، لكن دلوقتي اصبح عندي الوقت ان انا اكتب قصص واكتب روايات، وهو ده وهي دي الحاجه الاساسيه اللي انا بحبها. بقى تاني في حاجه وقت. ابويا اتوفى عن سن 85 سنه، كان راجل عظيم وما تعبناش خالص وما ضايقناش، واهم حاجه انه راح السماء وكنا فرحانين بوجوده، يعني بمروحه السماء. تالت حاجة ابني حصلت له حادثة، كانت حادثة موت، كان ممكن يموت فيها ويضيع فيها، لكن ربنا حماه. كل اللي حصل شوية حاجات أخرته عن الامتحان، والسنة اللي بعديها على طول امتحن، يعني بعدها على طول بكام شهر امتحن ونجح واتنقل للسنة اللي بعديها. أما أنا بقى فكان عندي المرارة، كانت متعبة جدا، كل يوم كانت كل كام يوم كده كانت تقوم عليا وتتعبني وتخليني أبقى مش قادر أقوم، ولا ويعني صعبة جدا. أمارس حياتي. وربنا يعني إداني إن أنا أعمل العملية دي وأخلص منها خالص، وابتديت أرتاح من بعد يا كده رؤيتين عكس بعض تماما. تماما. وقامت مدياله وقالت له بص على الورقة دي، فبص عليها قال لها أشكرك جدا لأنك أنت خليتيني أبص بصة مختلفة للحاجة اللي كانت حاصلة لي والناس والظروف اللي كانت حاصلة لي. ده النظرة سلبية ونظرة إيجابية. شوفي دي بتعمل إيه في الواحد ودي بتعمل إيه دي في الواحد. الأولانية بتخلي الواحد حزين وتعبان ومتضايق تمرر ومتذلل، حياته. بتمرر عليه حياته. التانية بتخلي الواحد مبسوط ومنشرح وبيشكر ربنا على كل الخير اللي بيعمله. دي النقطة بتاعت دي النظرة السلبية. في في نقطة حاجة بقى تاني؟ تانية اسمها النظرة السطحية. بمعنى ايه؟ لو بصينا على بني إسرائيل كده، بني إسرائيل ربنا عمل معاهم عمايل رائعة جدا.
اخرجهم من ارض مصر بقوه وذراع شديده قوي، ودخلهم ارض الموعد، شق البحر علشان يدخلهم ايه يعني يعبرهم البحر ويروح عمل حته ايات تانيه خالص. وعجائب يعني معاهم. عجائب الذي مع عمله معك رهيب، ربنا عمل حاجات رهيبه معاه. عمود السحاب وعمود النار كانوا ماشيين قدامهم، وجم بعد ما عدوا البحر الاحمر ربنا جاب لهم حاجه جميله في حته اسمها إليم، 12 عين ميه و70 نخله، قعدوا ياكلوا منها فتره وكانوا مبسوطين وفرحانين. بعد كده ربنا قال لهم طيب امشوا بقى عشان توصلوا ارض الموعد. مشوا شويه لقوا ايه؟ مفيش ميه. قعدوا يتذمروا بقى، انت جبتنا البريه هنا عشان تموتنا من العطش، احنا كان زماننا هناك في ارض مصر بنشرب من النيل، انت عملت فينا ايه؟ احنا كان احسن. ايه اللي بيحصل ده؟ لانهم بصوا للي ربنا عمله معاهم قبل كده نظره سطحيه. ربنا اداني، وهو ده اللي كتير بنعمله. ربنا بيدي حاجات انا باخدها، و يعني اشكرك يا رب، وبتبقى شكر من تحت الضرس. يعني مش بتامل فيها يعني. مش بتامل فيها ولا بدخل لعمق معاها. يعني لو كان حد فيهم اخذ ايمان مضاعف من الموضوع ده، كان لما حصل كده كان قلب ازاي ربنا يعمل كده، ازاي ربنا اخذني من ارض العبوديه، ازاي ربنا في شق البحر وهيجي بعد كده يموتني في القفر، ازاي؟ كان ايمانه الوضع كان اتغير. هيرتفع. لو كان هو بعد اللي ربنا عمله على طول قعد معاه وقال له يا رب اشكرك لانك انت ساعدتني ان انا اخرج من بره العبوديه دي، انا كنت مستعبد للشعب المصري وكنت مستعبد لفرعون، وانت خدتني بعد كده وطلعتني بذراع قويه. لو كان اخد باله من اللي ربنا عمله معاه وقعد يتكلم مع ربنا وياخد عمق اكتر في الايمان وفي الحب وقال له اشكرك يا رب لانك حبيتني، يعني كان الوضع اتغير. يعني احنا لما ربنا بيدينا حاجات مش بتبقى فرصة ان احنا نعمل علاقة معاه، فبناخد العطية ونجري ونجري بيها. زي يعني انا عايزة اقول لك حاجة، اشمعنى موسى ما عملش كده؟ اشمعنى يشوع ما عملش كده؟ لانهم كان ليهم علاقة مع ربنا، حشرة. ابتدوا يعني كان اللي بيحصل بيقعدوا مع ربنا ويتكلموا معاه فيه. وده نفس على فكرة اللي حصل لبني إسرائيل لما كان يسوع كان موجود. أما يسوع إداهم الخمس خبزات والسمكتين، كانوا مبسوطين قوي وراحوا وراه في سفن للمية لما يعني على المية لما يدوروا عليه. فالمسيح قال لهم كلمة مهمة قوي، قال لهم أنتم إيه بتطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات لكن لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم، أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. أنا مش بنظر للموضوع كأنه يعني عارفة طعام بائد، لكن أنا يعني مهم أن أنا أنظر للحاجة الباقية، أتعرف عليه، أشوف الحب، أشوف الرعاية، أشوف الـ 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 السندة، أشوف كل الحاجات دي اللي هتديني نعمة وبركة، وأقول له يا رب أشكرك لأنك أنت عملت معايا كده، وأبقى سعيد وأنا بعمل كده. أمين يا إيمان. يعني هي النظرة السطحية والنظرة السلبية، فدول يعني وعلى أمين فكرة ربنا يدينا. النظرة السطحية دي زي الأطفال بالظبط، يعني أنا أعرف طفلة أما تلاقي مامتها ما ادتلهاش يعني اللي هي عايزاه، حتى لو كان اللي هي عايزاه ده حاجة بتضرها، تقعد تعيط. يعني مثلا عندها السكر، لو طلبت حاجة مسكرة مضرة ومامتها ما رضيتش تقعد تعيط تقول أنت ما بتحبنيش، وأنت أهو ده اللي بنعمله، هو ده اللي عمله بني إسرائيل، أنت ما أمين أمين بتحبنيش. يا إيمان. في تدريبات طب تساعدنا؟ فإحنا محتاجين إن إحنا نكون بنتدرب على حاجة جميلة قوي. في تدريب أنا سمعته جميل قوي بيقول كده، إنه علشان توصل لحياة الشكر دي تعالى واعمل الحاجتين دول. أول ما تصحى من النوم
افتكر 3 حاجات نعم ربنا اديها لك، زي مثلا نعمة ايه؟ ان انا لسه صاحي لحد دلوقتي، كان ممكن ايه ما اصحاش اموت، لكن ربنا اداني حياة واداني إيه حاجات رائعة. ومثلا نعمة ان انا لقيت ولادي موجودين وقعدت معاهم اكلت معاهم، إيه ممكن نعمة الصحة، انا في صحتي، واشكر ربنا على النعم الثلاثة أمين. دول يعني أبتدي أركز في على حاجات الثلاثة دول. محددة. وبالليل بقى مش نعم لكن حاجات ربنا عملها معايا اليوم ده، يعني مثلا كنت عايز مواصلة ربنا اديها لي، بعت لي. كنت عايز اطبخ طبخة وربنا ساعدني فيها، كنت يعني 3 حاجات ربنا بيديها لي بالليل طول اليوم، والصبح نعم. لو انا ما عملت كده الاتيتيود او لغة الشكر لغة الشكر هتبتدي تتبني في حياتي، تزيد. أمين. وابتدي اشكر ربنا على كل حاجه بيعملها لي، تبقى لساني بيشكر على طول. فالشكر ده هيخليني افرح. احنا كنا بنقول ازاي ايه نفرح، ازاي ازاي نشكر وسط الظروف دي. وازاي افرح، ازاي العلاج. فانا هفرح وهبقى سعيده مع ربنا وهحس بمحبته، وهقول له كده يا رب اشكرك على كل حاجه بتعملها لي، حتى لو الحاجه دي انا شايفه ان شكلها مش حلو، لكن ربنا حطت بخيري. لخيري، وهبقى مبسوطة بمعونة ربنا ليا وبسندته ليا، وهعيش حياتي الشكر، بشكر. حياة الشكر. أمين أمين. بشكرك جدا يا إيمان، وإن شاء الله نتقابل في حلقة تانية. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني أرحب بضيوفي. معايا مدام نيفين رفعت. أهلا بيكي يا نيفين. اهلا بيك يا نجمة. أستاذ وجدي رشدي، أهلا بيك يا وجدي. اهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أستاذ نشأت مكرم، أهلا بيك يا نشأت. اهلا بيك يا نرمين. إيه، إحنا هندخل على طلبات الصلاة على طول لأنها كتير، فربنا يدينا نعمة. أم محتاجة صلاة من أجل ابنها، عنده مرض نفسي ويائس من الحياة وزعلان من ربنا. اتفضل يا نيفين. بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بشكرك يا رب على قلب الأم اللي انت حطيت كده جوه قلبها انها تقول لك يا رب الحقني، انقذ ابني، شيل من قلب كل زعل بينه وبينك. ايوه يا رب، دي اكتر حاجة صعبة ان احنا نزعل منك انت، وانت المنقذ بتاعنا. تعال يا رب ارسل نجاة للابن، ارسل قوة للأم وصلوات مقتدرة. اشكرك لانك بتصنع معجزات، اشكرك يا رب لانه مكتوب كده إن يد إلهنا على كل طالبي للخير، فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. أيوة يا رب، مفيش مرة بنجيلك وبنطلبك إلا وتبقى أنت عايز تعمل الخير اللي إحنا محتاجينه أكتر. أشكرك يا رب لأنك بتسمع وبتستجيب. اسمع للأم واسمع لصلوات شعبك دلوقتي، اسمع يا رب واستجيب، وكل زعل إبليس حطه ووقع بينه وبين الإبن يكون بيتشال في شفاعة أمنا العذراء مريم وكل قدسيك يا رب، أمين. أمين أمين. كل وقيعة حصلت بيننا وبين الله تكون بتتفضح في اسم يسوع لأنه صالح. ابن الرب حصلت له حادثة وعمل عملية في الفك وفشلت، ومحتاجة عملية تانية هيعملها خلال يومين، وهو متألم جدا. اتفضلي نشأة. بسم الله والابن والروح القدس الله واحد، أمين. أبونا السماء بنشكرك ونبارك اسمك. نعم يا رب، جايين في بداية وقت الصلاة يا رب، طالبين حضورك يا رب، واثقين من عملك، واثقين من استجابتك. جايين يا رب نقول لك من فضلك يا رب، أنت النهاردة تستقبل كل طلبة وكل احتياج يا رب. أشكرك أنك تستقبل كل رب صرخة ليك، واثقين أنك تستقبلها في قلبك المليان حنان يا رب، قلبك الطيب، قلبك المليان رأفة على أولادك يا رب. وبارك اسمك، بشكرك. نعم مصدقين فيك، واثقين في عملك، واثقين في ايدك الممدوده، واثقين في كلامك المكتوب يا رب، طوبى لمن اله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب الهه. نعم يا رب، احنا حاطين كل رجائنا فيك، واثقين انك انت معين لينا، واثقين انك انت سند لينا. جايين نستودع ابنك بين ايديك يا رب، والحادثه والعمليات اللي عملها. نعم نجدد رجائنا فيك، طوبى لمن اله يعقوب معينه. أنت يا رب تكون معنينا، وأنت تجدد الرجاء في
اسم يسوع المسيح، بل انت ايضا تجدد الحلول في اسمك المبارك. بل انت ايضا يا رب تضمن يا رب نجاح العمليه وتضمن سلامه ابنك. نعم، لان مكتوب مبارك الرب لانه مسرور بسلامه عبده. نعم يا رب، انت مسرور بسلامه ابنك ومسرور بسلامه جسده، ومسرور انك يا رب تعبر بي رب التعب والعمليه بسلام واسكن فيك. شكرا ليك من اجل معونتك، وشكرا ليك من اجل استجابتك. امين امين امين. طلبت صلاه من اجل ام عندها مرض نفسي، وفي بيتها ضغوط جدا، وفي بيتها مضغوطه جدا. اختنا الهام هتشاركنا الصلاه، اتفضلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك يا معين من ليس له معين، ورجاء من ليس له رجاء. نشكرك يا من تعين كل ضعف وكل تعب وكل ضغطه نفسيه. اصلي يا رب لاجل البنت انها تكون بتقف كده وتتشدد بالرب الهها، تكون بتاخد منك قوه تجابل كل اكتئاب عند الام مسبب لها تعب. اصلي كده يا رب انها تكون بتتشدد وتتقوى بيك، ان انت تكون بتعينها وتعين كل الظروف اللي بتعدي فيها، وتكون بترفع مامتها بالصلاه. تكون يا رب بتصلي من اجلها في كل وقت، لاجل ان حياتها تتغير، ولاجل ان كل اكتئاب يكون بيعدي. اشكرك لانك تحفظهم وتحميهم وترعاهم، لانك الراعي الصالح اللي موجود في حياتنا في كل حين. لاجل عذراء مريم وكل مصاف قدسيك اسمع واستجيب يا رب، ليك المجد. امين 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 امين. الرب يقودهم كده من وجه الضيق الى رحب لا حصر فيه. صلاة من أجل ابن خالتي عنده التهاب رئوي حاد ومية على الرئة والقلب تعبان، تفضل ينفي. بسم الاب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نعظم اسمك ونعليك، نعلن أن ليك سلطان في كل أمور حياتنا. نسلمك يا رب ابنك بكل تعب، بكل التهاب حاد في الرئة، بوجود المية اللي موجودة، بالقلب اللي تعبان، بكل الظروف الصحية الملخبطة ديت. ونعلن ثقتنا وإيماننا إن في إيدك الشفاء. أنت تعظم العمل يا رب، جايين لك، جايين لك يا رب، ورجاءنا فيك وحدك. يمكن الطب بيبقى عاجز في أمور كتيرة، لكن أنت عندك حلول وعندك شفاء وعندك قوة. مكتوب كده أرسل كلمته فشفاه. أشكرك يا رب لأنك أنت الكلمة، أشكرك لأنك أنت بنفسك تروح لابنك وتمد إيدك عليه وتنجي، تشفيه وتنجي ويخرج كده ويحدث بكم صنعت معه وأنقذته. نعظمك ونمجد اسمك لأنك تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. نعم. كل المجد. نعم. أمين 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 أمين. أنت هو الرب شفانا. صلاة من أجل بيتر في العناية المركزة، وصلاة لمحمد عنده تجمع دموي في المخ بسبب حادثة. أمين. تفضل يا شيخ. ربنا يسمع ونبارك اسمك يا رب. أشكرك. نعم، عينك علينا وعينك على أولادك. ابنك يا رب اللي عنده تجمع دموي يا رب. صلي لأجل محمد يا رب. أشكرك وباركك. هللويا ليك لأنك إله رحيم حنان طيب القلب. أشكرك وبارك اسمك لأن إيدك القديرة تحمل وترفع وتنقذ وتنجي. أشكرك لأجل المكتوب، أذكر هذه يا يعقوب، أذكر هذه يا فلان، أذكر هذه يا محمد، فأنك أنت عبدي قد جبلتك، عبدي أنت لا تنسى مني. وبارك اسمك. شكرا ليك أن أولادك لا ينسوا منك يا رب. شكرا أنهم في قلبك، شكرا أنهم اتنقشوا على كفيك، شكرا لأنك أنت يا رب تحفظهم وتصونهم. أشكرك أنهم في عينيك يا رب. مبارك اسمك يا رب. اظهر ذاتك، اظهر محبتك، اظهر لهم أبوتك، اظهر لهم قد ايه انت رب مشغول بهم، وقد هم غاليين على قلبك. يا رب اردد هذا في قلبي يا رب، انه انا غالي جدا عليك يا رب، انا غالي جدا على قلبك يا رب، انا ما هنش عليك ابدا، انا لا يمكن لا يمكن اتنسي منك، لكن يا رب دايما اسواري قدامك، تحدياتي امامك، متاعبي انت شايفها، دي انت معايا فيه، أنت تخرج من الحبس نفسي، أنت ترحب لأولادك يا رب. نعم مبارك اسمك، تخرجهم إلى رحب لا حصر فيه. فنشوفك ونشاور عليك ونقول هو الرب
في اسم يسوع المسيح. يا رب النهارده طلبتنا غاليه جدا لاجل ولادك لاجل محمد النهارده. يا رب اكشف يا رب وتعالى بنورك البه يا سيدنا الرب. نعم وتنير ظلمته. نعم في اسم المسيح وتنير حياته يا رب. نعم في اسم المسيح وتكون رفيق لي في ضيقه وفي تعبه وتنتشله في اسم يسوع المسيح. امين امين امين. وتهب يا رب بيتر كده حياه جديده ونور جديد في اسم يسوع. سلام من اجل كرولوس عنده محاربات الرب يقف معاه. صفوت هيشاركنا الصلاه. اتفضل يا صفوت. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب بنطلب من اجل ابنك كرولوس يا رب من اجل انك تكسر يا رب من عليه كل محاربات في اسم المسيح يسوع. يا رب بنسال من اجل كلمتك اللي بتقول طوبى للرجل طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته. طوبى للرجل لا يحسب له الرب خطيه ولا في روحه غش. يا رب بنسال ان كان يا رب في خطايا في حياتنا فاحنا ناتي امامك تايبين. يا رب بنقفل كل ابواب لعدو الخير في اسم المسيح يسوع. يا رب انت قادر تكسر كل حرب على اخونا ويكون هو بياخد خطوات حقيقيه في التوبه وحمايه نفسه وانه يدخل جوه بيتك ويحتمي فيك يا رب في اسم المسيح المبارك. ادي نعمه لابنك بشفاعه العذراء مريم وجميع مصاف قدسيك لكل مجد وكرامه امين 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 امين. ممكن نتبارك بترنيمه وجدي؟ امين. نتبارك ببركه الشكر في وسط الظروف الصعبة. نخلي عينينا تبقى بتشوف ايدين الرب المجيدة اللي بتتمجد معنا. الترنيمة فيها بيت بيقول يقودك في الجدوب الجدوب الأرض الجدباء الناشفة يشبع في الجدوب نفسك. أمين. شكرا لله اللي بيقودنا في موكب نصرة كل حين في الظروف الصعبة بأيك. الرب صالح. أمين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. واطلبوا الرب مادام يوجد ادعوه دوما فهو قريب يعطي المعي معي قدرة لعديم القوة يكسر شدة. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك ينشط لك عظامك فتصير كجنة جنة ريا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. أمين أمين. الرب يكون بيفتحنا على مفتاح الشكر فنكون بنجد يعني عظائم بتحصل في حياتنا. أمين أمين أمين. صلاة لنيكولا.
ليشفي الرب يسوع، لأنه لا يتحرك في المستشفى ولا يتكلم بقاله شهرين. تفضل ينفي. بسم الآب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. نشكرك ونعظمك لأنك تروح تزور بنفسك ابنك نيكولا في المستشفى، تؤمر من السماء بخلاصه. أشكرك يا رب لأنه ابنك ليه خلاص في إيديك. أشكرك لأنه مكتوب كده: أصرخ إلى الله العلي، إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني. أيوة جايين نصرخ ليك يا رب، جايين نقولك ابنك نيكولا يحتاج إليك، وابنك في وسط تعبه يمكن مش قادر يتكلم لكن بيصرخ من قلبه ليك، وانت بتسمع أنات القلب. أيوة رب انت قريب منه جدا، انت حاسس بيه، انت عايز تطيب قلبه وعايز تطمنه وتقوله ما تخافش يا ابني، انا معاك، انا ارسل من السماء واخلصك. اؤمر يا رب بخلاصه الان، ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. نعظمك يا رب لان اللي ما يقدرش عليه اي حد انت تقدر عليه، لا يعصر عليك امر. نستودع ابنك كده بين ايديك، وكلنا رجاء يا رب انه تعمل معاه معجزة للشفاء ويرجع معافى ويفرح بعملك معاه، بشفاعة أمنا العذراء مريم، بشفاعة الملاك ميخائيل اللي يحارب عنه، وكل مصاف قدسيك. اقبل يا رب واستجيب. أمين أمين. أنت يا رب تستطيع. في شهاد كده بتكلم عن إزاي الرب يعني بيشهد عن الرب في قدرته والخالق في رقيته. يعني كان في شهاد كده في أيتين بيقول كده: كراعي أنا بصلي، يعني عشان خاطر الطلبة اللي احنا نيكولا يقول: كراعي يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. فبعد كده بيكمل كده بيقول، فهنا ده بيظهر راعي محب حنان رقي جدا. وفي نفس الوقت بيقول كمان كده: من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والأكام بالميزان. يعني شوف راعي بيرعى الحملان، لكن في نفس الوقت شوف من قدرة الله دي اللي بكفه كد المية فيه وقاس السماوات بالشبر وبالكيل كال تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان. يعني هنا في أشعياء، الكلام ده في أشعياء 40. فأنا بصلي إن رب يظهر تحنناته على نيكولا ويظهر قدرته في نفس الوقت. أمين. إن الله يستطيع كل شيء، يجمع الحملان. أمين. ويرعى قطيعه بزراعه وفي حضنه يحمله ويقود المرضعات. أمين. 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 ليس مثله إله حنان ورحيم وطويل الروح وكثير الرحمة وجزيل التحنن. في اسم يسوع يكون بنختبر إنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلوا من أجل أمال عندها صديد في رجليها بسبب السكر، الرب يشفيها من غير عملية. أمين. تفضلي نشأت. بارك اسمك وأشكرك. أنت تعطي يا رب سؤال قلب أولادك يا رب. نعم يا رب. أشكرك لأنه يعظم انتصارنا بالذي أشكرك بي. أشكرك يا رب لأنك عظيم وأنك قادر يا رب. أشكرك يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يا رب اظهر محبتك لأولادك يا رب، فرأسهم تترفع. اظهر محبتك يا رب عشان رب كل انحناء يا رب في حياة أولادك، كل تعب يا رب وكل أنين يا رب، كل وجع يا رب. نعم اظهر محبتك ليهم، اظهر رعايتك ليهم، أيضا اظهر يا رب قدرتك على أنك أنت تخلص وتنقذ وتنجي. أشكرك، نبارك اسمك يا رب أنك أنت أعطيتنا الغلبة في اسم يسوع المسيح يا رب. بك نغلب، بك ننتصر، بك ننتصب، بك يا رب نحيا ونوجد يا سيدنا الرب. أشكرك وأباركك أنك تسمع لصلاة يا رب بنتك النهاردة، تسمع لصراخ يا رب، أن تكون رب، تكون أنت اللي عندك الحلول، تكون أنت اللي عندك النجاة، تكون أنت اللي عندك الحياة كلها يا رب. منتظرينك، وضعين رجعنا فيك. نعم يا رب منتظرينك يا رب، وضعين ثقتنا فيك النهاردة. أشكرك يا رب وأبارك اسمك من أجل أنك تسمع وتعطي سؤال لقلب ولادك. أمين. أمين. أمين يا رب، نحوك أعيننا. صلاة من أجل شادي، الرب يهدي العواصف في حياته ويفتقده. وصلاة من أجل مينا في ضيقة جديدة يخرج الرب منها بمعجزة. أختنا سناء هتشاركنا الصلاة، تفضل يا سناء. مساء
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا مخلصنا الصالح، اشكرك يا رب، اعظمك ارفعك واعليك يا سيد، فوق حياتنا، فوق حياه ابنك شادي. يا رب انت قلت اني ساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. يا رب اصلي لاجل ابنك شادي اللي فيه عواصف كتير حواليه تعباه وملخبطاه، لكن يا رب اصلي لاجل انه يلجا ليك يا سيد، يستخبى تحت ظل جناحيك، يحتمي فيك، فتبعد عنه كل عواصف وكل مضايقات وكل امور تعباه يا سيد. ساكن في سترك يبيت في سلام وطمانينه. يا رب افتح عينين اخويا عليك يا رب، افتح عينيه على انه يلاقي فيك الملجأ والراحة والسلام. صلي يا رب لأجل ابنك مينا في ضيقته، انت قلت انك في كل ضيقه متضايق، انت يا رب حاسس بابنك في ضيقته، ومفيش حاجة صعبة عليك يا رب لانك اله المستحيلات. اشكرك يا رب لانك في ضيقه انت متضايق وهترفعه وتخلصه، ترسل ملاك حضرتك لتخلصه. أشكرك يا رب لأنك شاعر بكل حد فينا بمشكلته ضغطته. أنت صالح يا رب وإلى الأبد رحمتك. بنسلمك يا رب كل أمور حياتنا، واثقين في نجاتك لينا من كل ضيقة، كل ضغطة، من كل عواصف، لما نلجأ لك ونسكن في سترك. في اسم المسيح يسوع، من أجل صلوات العذراء مريم وكل القديسين وشفاعة دم يسوع المسيح، ليك المجد يا غالي. أمين 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 أمين. إحنا بنرفعك يا رب فوق الضيقة، لأن مكتوب إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. أمين. صلاة لمريم فادي، مولودة بعيب خلقي في العصعص لا تستطيع التحكم، الرب يتنازل بمعجزة إلهية لها. تفضل يا نفي. بسم الإب والإبن والروح القدس إله واحد أمين. أشكرك يا رب من أجل بنتك الغالية مريم، إنها غالية على قلبك، محبوبة جدا ليك. انت شاعر يا رب بتعبها، شاعر بنفسيتها اللي تعبانه، شاعر يا رب بقلبها اللي تعبان ومكسور. بنتك محتاجه ليك يا رب، محتاجه لمساتك. بنعلن ثقتنا يا رب انك لما جيت على الصليب وتحملت الالام، اتحملت الالام عنها. اشكرك يا رب لانه مكتوب كده، وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. بجلداتك، بألماتك قدمت لينا يا رب، وقدمت لبنتك مريم شفا. بصلي يا رب من أجل شفا لبنتك، شفا مش بس للجسد، مش بس معجزة للجسد، لكن كمان نفسيتها وكمان روحها. اشفي كل كسرة قلب عندها، المس واشفي، فرح قلبها يا رب، تراءى ليها، عشان لما تشوفك قلبها يفرح وهتتعزى وهتتبارك وهتعرف تشكر وقت الصعب، والإيمان حيعلى. أيوة رب بصلي ليا والأختي إن إيماننا يعلى جدا، ونثق رب إنك أنت عظيم وعايز الخير لأولادك. نعلن ثقتنا في وسط الصعب ونقول كده إن إلهنا صالح، الرب صالح، الرب صالح وإلى الأبد رحمته. أشكرك من أجل رحمتك الكثيرة ليها، أشكرك من أجل رأفاتك اللي ما تتعدش، اللي انت عايز كده تحيطها بيها من كل ناحيه. نعم ليك كل المجد يا رب. امين. امين امين. الرب صالح للكل، للكل وللابد مرحمه. صلاة من اجل ليزا، عندها جلطة على المخ، الرب يلمسها ويشفيها. وصلاة من اجل مريم، عمرها 16 سنة، عندها التهاب في المخ، مش بتقدر تتحرك. وصلاة من اجل ايمان، هتعمل عملية في المخ. ليزا، ليزا ومريم وإيمان. أمين. أشكرك. نعم جايين نقدم لك الشكر النهاردة، لأن مكتوب أحمد الرب لأنه صالح. نعم. وإنه إلى الأبد رحمته. رحمته. شكرا لك على صلاحك. أيوة. وشكرا لك على المراحم الأبدية اللي ما بتنتهيش. مهما كان التحدي، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الألمات، يا رب مرحمتك تغطي كل ده يا رب، وتحنناتك تغطي كل ده يا رب. استودع أولادك بين إيديك يا رب، ليزا ومريم وإيمان، مبارك اسمك، هم في يمينك يا رب. أشكرك النهاردة نوصيك عليهم، أشكرك أن أنت يا رب النهاردة تظهر يا رب ليهم قدرتك يا رب، وتكون معين ليهم.
أشكرك رب أنك أنت تكون ترافقهم يا رب، أشكرك أنك تخفف عليهم، أشكرك أنك تهون عليهم يا رب، أشكرك أنك أنت النهاردة تعلن ذاتك ليهم يا رب، وعينيهم تستنير يشوفوك أب وراعي وإله قادر وقدير. يا سيدنا الرب نعم أنت تعلم الاحتياج، وأشكرك لا تتركنا معوزين ولا تتركنا تحت الألم وتحت الانحناء، لكن معانا في الضيقات، معانا في الألم جربت زينا. نعم بشكرك وبارك اسمك، نستودعهم بالإيديك بكل احتياجاتهم، أشرق عليهم يا شمس البر، أنر حياتهم من فضلك يا رب. يا رب اديهم سلام يفوق كل عقل يا رب، اديهم نعمة ورجاء حي فيك يا سيدنا الرب، أنت تحيي فيهم الرجاء وأنت تقيمهم تاني بقوة حياة من عندك في اسم يسوع المسيح. نعم شفائهم في إيدك وسلامتهم في إيدك يا رب، وكل أيامهم وبكرة واللي جاي كله في إيدك. أمين أمين. بعد كل ليل في فجر تشرق عليهم يا شمس البر والشفاء في أجنحتك. صلاة من أجل جورج عمل عملية خراج على النخاع الشوكي ولا يستطيع الحركة على رجله. أختنا إيمان هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا إيمان. من أبو الإبن الروح القدس الإله الواحد أمين. مكتوب بشوف الأثيرون كانوا مرضى بأمراض مختلفة. أبونا الطيب والحنين نشكرك إنك طبيبنا الشافي، مفيش مرض ولا تعب يقف قدامك. بنسلمك يا رب إبنك جورج تعبه والمضاعفات يا رب اللي بعد العملية. يا رب انك تمد ايديك الشافيه على ظهر ابنك، ارشده يا رب للطبيب اللي يعالج صح، وصلي من اجل نفسيته يشوفك قريب منه وحاسس بيه وألمه. ساعد ابنك يا رب يصدقك ويصدق كلماتك الصادقه انك معاه مش هتسيبه في كل الاحوال. نشكرك يا رب ونحمدك. امين. ارجو الصلاه من اجل مرضى الكانسر هاله جندي وناردين وفيق، وصلاة من أجل رانيا حليم هتاخد جلسات كيماوي. تفضل يا نفي. راندا ومين؟ راندا وهيلا. راندا وناردين. هيلا وناردين وراندا. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. يا رب بنضع بنيتك بين إيديك هيلا وناردين وراندا. أشكرك يا رب لأنك حاسس بيهم قوي. نعم. وعندك للموت مخال. لا يعصر عليك أمر، حنان ورحيم، مش بس رحيم لكن كثير الرحمة وجزيل التحنن. جايين نحتمي فيك يا رب، بصلي كده قوة لولادك، قوة في الجسد، قوة في النفس، قوة في الروح. أشكرك لأنه مكتوب كده كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود عن أورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي. أيوة رب تيجي تحامي عن بناتك. أشكرك يا رب لأنه أنت بتعرف تحميهم كويس كل ألم وكل وجع. يا رب صلي كده عينيا وعينين بناتك يترفعوا عليك دلوقتي. أيوة رب أشكرك لأن العينين المرفوعة عليك تأتي بقوة من السماء. بصلي يا رب أن القوة دي تتملي جوه قلوبهم، تتملي جوه أجسادهم، يقدروا كده يعبروا الوقت الصعب، إن كان كيماوي وإن كان كانسر وإن كانت أمور ملهاش حل، لكن أنت عندك للموت مخارج، عندك حل لكل حاجة مهما كانت صعبة. تقف معاهم وتسندهم وتباركهم وتأمر بشفائهم يا رب. أشكرك لأنك أنت قريب جدا منهم، ماسك في كل واحدة كده، ماسك إيديها تاخدها في حضنك، بتطبطب عليهم تقول لهم أنا معاكم، أنتوا مش هتعبروا لوحديكم، أنا معاكم، إيدي في إيديكم، أنا أحطكم بقوتي بحمايتي. لكل المجد يا رب، شفاعة أمنا العذراء مريم. أمين أمين. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. كلامك يا رب حق، أنت جنب ولادك في كل ضيقة بيعدوا فيها. صلاة من أجل صديقة من دين آخر مصابة بسرطان في الحالة الرابعة، يسوع يتمجد معاها وتقابل ويتقابل معاه. تفضلي نشأت. في آية كده في سفر الشيء بتقول لا ترتعبوا ولا ترتاحوا، أما علمتك منذ القديم وأخبرتك، يعني بقول أنت شفت عجائب منذ القديم، شفت أنا عملت إيه، فأنتم شهودي هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها. يعني هل يوجد إله آخر غيري يخلص وصخرة يعتمد عليها غيري؟
فبقول كل الزمان والحكايات والأمور العجيبة اللي صنعها اللي أنتوا شفتوها بعينكم وأخبرتكم بها. فأنا لا يوجد إله غير مخلص ولا يوجد صخرة أخرى يعتمد عليها غيري. فأنا أنصلي لأجل أختنا أن تشوف الإله المخلص اللي ليس سواه والصخرة اللي ممكن نستند عليها ونبقى في حماية تتقابل معي. أمين. وبارك اسمك بنتك بين إيديك الغالية المحبوبة. أشكرك اللي عينك عليها قولها النهاردة لا تخافي لأني معك. أشكرك رب وصل النهاردة رسالة لقلبها ولكل كيانها يا رب أنك أنت معها لا ترتعب ولا تخاف يا رب. أعلمها بقدرتك وأخبرها بالعجائب اللي يا رب أنت صنعتها وتصنع أيضا معها يا رب عجوبة وتصنع معها معجزة فتصل وتطمن وتعيش نعم وتتكل وتسند عليك يا صخر الدهور نعم وتشاور عليك أنت هو الرب إلهي. مبارك اسمك أشكرك وأعظم اسمك لأنك أنت بتقول لها لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت ليا. أشكرك إذا 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 أنت إذا اجتازت في المياه فأنت معها وفي الأنهار لا تغمرها وإذا مشيت في النار لا تلدغ واللهيب لا يحرقها. نعم مبارك اسمك أشكرك. إحنا بنعلن أنك أنت كنت معانا ما زلت معانا كنت مع الفتية الثلاثة فاتن النار كنت مع شعبك عمود نار في الليل والنهار كنت مع رب مع شعبك وعبرت الأردن في تابوت عهد الرب كنت معهم كنت مع رب ولادك وأعلنت لهم ذاتك يا رب. مبارك اسمك. كنت مع دانيال في قبة الأسود نعم كنا في النار كنا وسط البحر لا نغرق أبدا والنار لا تلمسنا يا رب في اسم يسوع المسيح. مستعلم كل اللي في قلبك لبنتك يا رب النهاردة وكان قلبها بيطلبك فأنت تفتح عليها كوى السماوات يا رب وتفيد عليها بالإحسان وتفيد عليها بالمراحم وتجود عليها بمحبتك ويا رب النهاردة بنتك تختبر أبوتك في اسم يسوع المسيح. أشكرك أنك تريحها من كل جهة. أشكرك أنك تملأ قلبها بالسلام. أشكرك أنك تفيد عليها يا رب بالإحسان والمراحم وتنور النهاردة حياتها. نعم مبارك اسمك لأن مكتوب الرب إلهي ينير ظلمتي الرب إلهي يضيء سراكي. أمين. نعم نظروا إليه فاستناروا ووجوههم لم تخجل. سلام من أجل مريم ناجي الرب يعطيها طفل. أختنا إلهام هتشاركنا الصلاة. تفضل يا إلهام. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صلي يا رب انه مريم تكون ام اولاد فرحانه وتكون يا رب ارضها حبصيبه وتكون مثمره يا رب في ثمر بطنها يكون حسب ارادتك. صلي يا رب انه مريم تطلبك وتطلب انها تكون يا رب بتطلب الامر من ايدك انت وتثق يا رب ويكون عندها ايمان انك هتعطيها ابن في مثل هذا اليوم. أشكرك رب إنك تفرح قلبها لأنك تفتح يدك فتشبع كل حي رضا تراضيها رب وتراضي قلبها بأمر هي بتنتظره من إيدك. أشكرك لأنك تشعر باحتياجها وتشعر بتعبها وتشعر بانتظارها وإنت واند فهي تأتي إتيانا ولا تتأخر. لك المجد مع صلوات أم النور العذراء مريم وكل مصاف قدسيه لأنك سمعت واستجبت. أمين أمين أمين. الرب يعطيك سوء لقلبك. صلاة من أجل فيرينا شفاء لمعدتها وصلاة من أجل مارينا وميري للشفاء. تفضلين فينا. بسم الإب والإبن والروح القدس إله واحد أمين. أشكرك يا رب لأن بنتك مارينا تأتي كده بشفاء لمعدتها. أشكرك يا رب لأنه مهما كان الأمر يا رب صعب وحاولت كتير تاخد علاج ومخفتش لكن النهاردة بنلجأ ليك ومكتوب كده رب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. أيوة رب جايين نقول لك علمنا نصلي بإيمان علمنا نرفع قلوبنا ونعلن إنك عظيم وإنك قدير إنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا أبونا أنت أبونا وأنت الراعي الصالح. أشكرك يا رب من أجل فيرينا ومن أجل مارينا ميري ومن أجل ميري. أشكرك يا رب لأنك تعظم العمل معي تلمس وتشفي. أي يا رب نعلن إيماننا نعلن إيماننا لأن أنت لما بتشوف الإيمان بترضى. نعم يا رب
أشكرك يا رب لأنه إيماننا فيك بيصنع معجزات. نراك الآن يا رب ونقول لك رب إيماننا مش كافي, مش مقضي. تعال ارفع إيماننا يا مصدر الإيمان ومكمله. ارفع إيماني وارفع إيمان ولادك يا رب. خلينا نصدق رب إنك قدير على كل شيء وإنك صانع العجائب والمعجزات. المس واشفي بناتك يا رب في اسم المسيح مع شفاعة أمنا العذراء مريم. أمين. أمين. إحنا معانا اتصال. في أطراف الشهر 11 اللي فات 23 يعني هتجيب لي عملية إن أنا أعمل العملية بتاعت فقد الرحم. فأنا خفت عشان عندي ضيق في التنفس. فأنا خفت من هنصلي حبيبتي وصلي معانا. صلي معانا. عندها سقوط في الرحم والتهاب في الأعصاب ويعني المفروض تعمل عملية, فمحتاجين نكون بنصلي معاها والرب يكون بيتمجد. تفضل يا نشأت. أبنا السماوي بنتك بين إيديك يا رب. رب بشكرك لأجل أنك أنت سامع احتياجها. أيوة أشكرك لأنه مكتوب لأنه من قبلي رجاء, لأنه من قبله رجاء. إنما لله انتظر يا نفسي, إنما لله انتظر يا نفسي لأنه من قبله رجائي. نعم يا رب بنتك نور يا رب. رب اذهب عنها كل تعب, اذهب عنها كل إحباط, اذهب عنها كل شك, بل اديها يقين الإيمان في شخصك يا رب. يا رب اديها النهاردة يا رب عطية إيمان يا رب, تثق فيك وتتكل عليك وتترمى عليك. نعم يا رب قبل ما تاخد شفاء تاخدك انت عطية عظيمة. أيوة. لحياتها يا رب. نعم وتفيد عليها بسلامك يا سيدنا الرب, وتفيد عليها يا رب بتعزيات من عندك يا رب, وتفيد عليها بشبعك. نعم انت تكون لذتها وانت تكون رفيقها وانت تكون يا رب معين ليها في اسم يسوع المسيح. نستودعك يا رب كل تعب وكل ألم يا رب. نعم يا رب انما لله انتظر يا نفسي لأن من قبله رجائي. نعم يا رب. نعم اسند بنتك اديها رجاء حي. نعم اشكرك ان الذين ينتظروك لا يخزوا ابدا يا رب, واحنا منتظرينك معها, واحنا منتظرينك لاجلها, واحنا منتظرينك وواثقين فيك وفي تعاملاتك النهارده. فيض على بنتك يا رب من خيرك واحسناتك يا رب. احميها وظلل حواليها يا سيدنا رب, احتضنها في ظل جناحيك يا رب. نعم في اسم يسوع المسيح بشكرك. استلم كل الامور اللي هي الان منها واللي خايفه منها يا رب. نعم, نعم يا رب تمم شفائك واصنع ما عجبا في اسم يسوع. نعم. امين. نعم نشكرك يا رب لانك انت الطبيب الاعظم اللي لا يعسر عليك امر. تلبت صلاة من اجل رجوع جون وجاستن لحضن امهم وللمسيح. تفضل ينفي. مكتوب كده, رفعت عيني الى السماء فرجع الي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطان وسلطان أبدي وملكوت إلى دور فدور. جايين يا رب كده نحط ولادك بين إيديك جون وجاستن. جايين نعلن يا رب إنه بعدوا عنك, بعدوا عن حضنك, بعدوا عن الأمان, بعدوا عن الحياة الأبدية. ولادك محتاجين يرجعوا لك. رد ليهم عقلهم يا رب. أيوة جايين نقول لك يا رب خلي عينيهم كده تفتكر خيرك عليهم الأيام اللي فاتت. فكرهم بمحبتك, فكرهم برعايتك, فكرهم قد إيه يا رب أنت بتحبهم وقد إيه هم غاليين على قلبك. فكرهم ورد ليهم عقلهم يا رب, فيرفعوا كده عينيهم للسماء ويشوفوا يا رب الأحضان المفتوحة في كل وقت مهما كانوا عملوا إيه, لكن أنت قابلهم في كل وقت. نعظمك لأنك عظيم وتقدر. نبارك اسمك ونسبحك ونمجدك ونعلن أن ليك سلطان. تعال يا رب بسلطانك كده وأمر برجوعهم في اسم المسيح. أمين. 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 صلاة من أجل إخلاص الرب يرفع عنها الضيقة اللي بتمر بيها. أختنا هلا هتشاركنا الصلاة. تفضلي يا هلا.
أيوة الابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا ملك السلام، يا رئيس السلام، نطلب حسب وعدك. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وتردد جوه قلبها عمانوئيل، الله معي، لا يتركني ولا يهملني، وتطمن لأنك موجود وبتحامي عنها، وترفع وجهها ليك وتلاقي عندك الراحة رب، لأنك في كل دقيقتنا رب أنت بتتضايق، وبترسل ملاك حضرتك يخلصنا، ترسله رب يخلص بنتك من كل ضيق، وتطمن وتلاقي فيك النجاة بشفاعة أمنا العذراء مريم، تسمع وتستجيب ليك كل المجد. أمين أمين أمين. معانا اتصال بنت الرب من أمريكا. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور. ألو، حضرتك على الهوا حبيبتي، احنا سامعينك. اوكي. انا بنت الرب وعندي بنتي اخذت حقن للتخسيس، وبعد كده جالها اضطرابات، بعد ما بطلتها جالها اضطرابات في القلب وانخفاض في السكر وعياط على طول، وطول النهار راح للدكتور ده، الدكتور ده يقول لها كل حاجه نورمال بس مش عايزه ترجع نورمال ثانيه، يعني بتعيط عايزه ترجع مش عارفه، وانا خايفه عليها وعلى بيتها وعندها اولاد، وخايفه يحصل مشاكل من جوزها، فنفسي انها ترجع طبيعي ثاني، لانها كانت يعني كويسه جدا بس بعد الحقن ديت اتغيرت خالص. فعايزه اتمنى مني لو سمحت، وعايزه من الاستاذ مشقت هو اللي يصلي لها عشان خاطر ربنا. يا حبيبتي امين امين. هنصلي وصلي معانا، صلي معانا، احنا نثق انه الهنا بيسمع ويستجيب، ان اتفق اتنين على الارض في شيء الرب يسمع ليهم. يقول كده، لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، لا ينعس ولا ينام، ولا ينام. كل ينام، كل يتعب، لكن نعم. عينيه سهرانة علينا. أمين. فمن اجل العيون السهرانة، ولاجل انه اللي بيقتل اغاني بالليل حتى الرب، احنا نطلب اليه منها. هي اسم البنت قالتها ولا مش مهم؟ لا ما ذكرتش غير ان لكن مشكلة الحقن ديت. نعم، وبارك اسمك واشكرك. جايين يا رب اليك، رافعين عينينا على شخصك المبارك القادر والقدير. نعم، جاي مع اختنا اللي اتصلت يا رب. رفعت عينيك الى الجبال من حيث اتعوني، معونتي من عند الرب. نعم، معونتنا من عندك، خلاصنا من قبلك، حلولنا في ايدك، راحتنا عندك يا رب. اشكرك تعزيتنا وتعويضاتنا. نعم يا رب، ورفقة عظيمة منك يا رب في رحلة غربتنا من عندك يا رب. عشان كده جايين رافعين عينينا عليك لأجل بنتك يا رب. اشكرك اشكرك. نعم يا سيدنا الرب، احنا ضعفة. نعم يا رب، وبينال منا القلق، وبينال منا الحزن، وبينال مننا اليأس، لكن انت قادر يا رب تتغاضى كل ده يا رب، وقادر يا رب تعبر كل ده، وتعبر ضعفنا وتعبر شكنا، وتترقف وتتحنن وتمد ايدك. نعم، ياما الناس جابولك يا رب، وكانوا في ضعف ايمان، وكانوا في الحضيض يا رب، وكانوا يا رب محتارين جدا يا رب، لكن انت تخطيت كل ده، تجاوزت كل ده، ومدت ايدك وشفيت، ومدت ايدك وتحننت ورحمت واحتضنت. عشان كده جايين نسال من اجل بنتك. انت اللي مكتوب عنك لا تنعس ولا تنام، انت اللي مكتوب انك عنك تخرجها لراح بلا حصر فيها. نعم، نلتمسك النهارده، اطلب الرب وقدرته. نعم، طالبين الرب نلتمس قدرتك يا رب، جايين واثقين فيك. نعم، ملناش حد غيرك، كرامه ومجد ليك من اجل صنيعك، من اجل انك تلتفت الى بنتك، من اجل يا رب انه ككثره مراحمك تلتفت اليها فتخلص. انظر وتعالى بقوه حياه، قوه رجاء. اشكرك لاجل احضانك الدافيه وايدك الشافيه في اسم يسوع. امين امين. انت هو امس واليوم الى الابد، زي ما كنت بتعمل لسه بتعمل وهتعمل. امين. ممكن نتبارك ونتعزى بترنيمه وجدي؟ ترنيمه كلماتها تقول ممتن ليك، ممتن لكل صنيعك وعظم للعمل اللي شددت ايديا ووقفتني في الظروف الصعبة. ممتن ليك يا رب، ممتن ليك يا رب، وما فيش كلام يوصف مشاعر الامتنان. Thank you.
كلام يوصف مشاعر الامتنان، والقلب فاض وسجد أمام حبك يا أب مليان حنان، ممتن لك على الذبيح اللي اشتراني بدم الفداء، ونظم بصرخات المديح لروحي المتعب لمن فدا نفسي وسبيني، اسكب له طيب تسبيحات يا موسيقى الروح، خديني قدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيني، اسكب له طيب التسبيحات ممتن لك على الأمان اللي صنعتها مع حقرتي، سطرتني نعمة ومعونة واصلحت بالرحال، وفي كل وحدة منها في سندة رفعتني لك بالتعزيات، يا موسيقى خديني قدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيني، اسكب له طيب تسبيحات يا موسيقى الروح، خديني قدميني تشكرات لمن فدا نفسي وسبيني، اسكب لطيب التسبيحات. امين امين امين. حاله جميله ان القلب يبقى ممتن دايما لله. على فكره الرب كان ممتن لموقف نبيل عمله بعض القديسين، يعني في عبرانيين بيقول معلمنا بولس الرسول ان الرب كان ممتن لموقف نبيل اتعمل، فبيقول ايه؟ لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. عارف لما تروح لواحد تقول أنا مش ناسي اللي أنت عملته، بقى جو موقف حلو، أنا مش قادر أنسى اللي أنت عملته عشان موقف جميل، فجوايا امتنان. فبيقول لهم هنا الله ليس بظالم، كان الله ممتن جدا، ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموه نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونه. هم كانوا بس بيقدموا خدمة للقديسين، فالرب قال لهم انا ممتن جدا ليكم لعملكم وعلى الموقف بتاعكم. فالرب بيمتن كمان، فده اعظم مثال للشكر، اعظم مثال للشكر. انا نفسي ناخد دقيقتين نصلي لاجل ان قلوبنا تتملي بالشكر. أيوة. عوض عن التذمر والحالات اللي احنا والموقف اللي احنا فيه، الظرف الاستثنائي زاد التذمر وزاد الكلام وزاد يعني. فعايزين نقول له احنا ممتنين ليك. اتفضل. برضو هركز تاني، عارفه في القداس الغرغوري بيقول ايه؟ يعني نشوف احنا عندنا الف 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 ومليون سبب ان احنا نشكر، عشان يقول كده في القداس بتاع القداس الغرغوري يقول ايه؟ ليس شيء من نطق يستطيع ان يحد عمق محبتك للبشر، خلقتني انسانا كمحب للبشر. يعني انت عشان انت حبيت البشر فخلقتهم، ولم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا محتاج الى ربوبيتك، كنتش معوز حاجة أنت. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن من العدم. بعد كده أنا مش عايز أقرأ كتير، لكن يقول أقمت السماء لي سقفا، ثبت لي الأرض لأمشي عليها، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار. انتبه حبيبي المشاهد، شوف المعنى اللي جاي. الرب عشان احتمل ظلم الأشرار، بذلت زهرك للصياط وخديك أهملتهما للطن لأجلي. يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق، أتيت إلى الذبح مثل حامل حتى إلى الصليب، أظهرت عزم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بأبرك. يعني في مجمل دي ده ألف سبب وغير كده كتير يقول لنا إحنا ممتنين جدا
أظهرت عظم اهتمامك بيا في كل ده. ممكن صلي يعني دقيقتين نقول لهم تنين لك وكل شعب الرب النهاردة معايا. صلي حتى لو ما صليتش قبل كده، بس صلي بكلمات الشكر وصلي بكلمات الامتنان. قول أشكرك، أنا في حاجات كتير مش شايفها بس أنت عملتها كتير، وأنا عايز عينيا تتفتح على اللي أنت عملته. نعم يا سيدنا الرب، ادينا لغة الشكر. نعم ادينا نكون قلبنا يفيض، ولا ننكر جمايلك ولا ننكر فضلك ولا ننكر إحساناتك. افتح العينين والغشاوة عن علينا من فضلك، وإبليس اللي عايز يغمي عنينا عن إكرامك لينا وإحساناتك علينا وكل اللي صنعته من أجل. نعم كنت متهان ورفعتني، نعم يا رب كنت الخطية زلتني وانت كرمتني يا رب، كنت ضائع وكان محكوم يا رب محكوم عليا بالموت وانت أحيتني يا رب. يا رب سبت سماك وجيت على أرض هنا وصرت في سيرة في سورة تعلت زهرك للسياط يا رب. نعم يا رب خدت عاري خدت خزي، أشكرك كتبت لي حياة أبدية وكتبت أسمينا في سفر الحياة بدمك. فضلك افتح العينين، يا ما أحسنت علينا ويا ما ناديت علينا، يا ما أكرمتنا ويا ما قلت لنا عملت معانا مواقف عشان نلتفت ليك، لكن يا رب احنا تغفلنا عن كل ده. وبارك اسمك، شكرا ليك، شكرا لانك انت ابويا، شكرا ليك انك انت تبنيتني، شكرا ليك انك خلقتني من عدم، شكرا ليك انك انت جعلت لي رب حياه ابديه من فضلك يا رب، دي اعظم عطيه. شكرا ليك لانك مت من اجلي، حملت احزاني واوجاعي. نعم صرت يا رب رب مذلول ومجروح لاجل معصيه، ببارك اسمك مجد لي. كان نفسي اشارك انه في وقت الظروف الصعبه اللي بنعدي فيها وكل اللي حوالينا تعبانين، اولاد الله لما بيرفعوا عينيهم لربنا ويقولوا له احنا ولادك بيعلنوا كده الرب بيهتم بيه. لو كل واحد قدر يقول كده الرب بيهتم بيه مفيش حاجه هتنقصه. ياما كان في مجاعات في اوقات كتير بس اولاد الله ما يجوعوش، أولاد الله الله يشبعهم. ده بيحصل ده بيحصل. شعب الله لما خرج من أرض مصر كان ماشي في برية بس ما جعوش، رغم إن هم في أوقات تذمروا، بس التذمر ده كان مشكلة، ما كانوش واخدين بالهم إن الإله القدير اللي عمل معجزات كتيرة معاهم وأخرجهم بإيد قديرة من أرض مصر برضو ماشي معهم في البرية. لما تذمروا على المية إنها ما كانتش موجودة خلى الصخرة تتبعهم، الصخرة تنزل مية ومش بس وتمشي وياهم مطرح ما هم ماشيين. أيوه. وبارك اسمك يا رب. في فعلا الرب يعني في الجدوب يشبع مهما كانت الظروف، طول ما العين فيها النظرة عالي هتشوف الإيدين وهتشوف المجد ومش هتتعب من الظروف الصعبة. أيوه. بل يمكن تشكر الظروف الصعبة اللي فتحت العين على رؤيته. إله عظيم. أمين. الرب يهتم بي، نعلن كده الرب يهتم بي. أمين أمين. صلاة من أجل يوسف جورج، عنده قضية مظلوم فيها ربنا يتدخل. تفضل يا نبيل. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أشكرك يا رب لأنك لا تدع ولادك يتظلموا أبدا، لا يدع أحد يظلمهم بل وبخ ملوك من أجلهم. بنحط ابنك يوسف بين إيديك والقضية يا رب اللي هو بيعدي فيها، بنحط رب القاضي والحكم، انقذه يا رب من الأشرار، انقذه من كل ظلم. مكتوب كده رب إنه فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم. نصرخ ليك يا رب من قلبنا، نصدق إن لينا إله قدير لا يدع أحد يظلمهم بل وبخ ملوك من أجلهم. لكل المجد. أمين أمين أمين. إحنا لأن الوقت خلاص هناخد الطلبات بقى مجمعة ونصلي بيها في الآخر يا مشقة. صلاة من أجل مراد ربنا يشفيه من الكانسر، وصلاة من أجل عايدة عندها ضمور في الكلى، صلاة من أجل ماريو بيمر بضيقة مالية قاسية بسبب خسارة كل ما يملك، وصلاة من أجل ديفيد ورق الإقامة متعطل، صلاة من أجل ابن بنتي تعبان جدا الرب يشفيه، وصلاة إلى داريين لداريين وزينة إنه الرب يتمم شفاهم، صلاة من أجل مريم واصف عندها مشكلة الرب يحلها، وعبير وأولادها للشفاء وفتح أبواب للرزق، صلاة من أجل شاب عنده مشكلة أنه بيمد إيده على حاجة غيره بالرغم عدم احتياجه، صلاة للأهل حكمة في التعامل مع المشكلة،
صلاة من أجل سهير لحل المشاكل والخلافات اللي بينها وبين زوجها، وصلاة لابنها لأنه تعبان نفسيا بسبب المشاكل. صلاة من أجل بنت الرب عينيها تعبانة جدا ومش بتشوف وصعب تعمل عملية علشان ظروفها الصحية. صلاة من أجل بنت الملك عندها ورم في الغدة الدرقية، الرب يشفيها بدون عملية. وصلاة من أجل بنتها، الرب يرتب لها موضوع الارتباط. صلاة من أجل داليا، الرب يعزيها ويسندها لوفاة والدتها. صلاة من أجل ناصف، الرب يفتح أمامه باب للشغل. صلاة من أجل تريزا، الرب يشفيها من الضغط ويعطيها نسل. صلاة من أجل عائلة فخري، الرب يغيرهم ويتعامل مع أمورهم. صلاة من أجل مريم يوسف متغيبة من البيت من أسبوع، ربنا يحافظ عليها وترجع بيتها بالسلامة. صلاة من أجل كاميليا عندها أنيميا حادة وميكروب في المعدة. صلاة من أجل ابن الرب هيعمل منظار، الرب يكون معاه. صلاة من أجل ساندرا، الرب يغير حياتها ويفتح عينيها وتقرب من ربنا، وعايزة ترتبط بشخص مختلف الديانة والعيلة رافضة الأمر دوت وبينهم مشاكل، الرب يحميها وترجع عن قرارها. صلاة من أجل سامي للارتباط. صلاة من أجل مريم شفيق، الرب يسهل ورق السفر للكويت. ومينا شفيق، الرب يديه طفل. صلاة من أجل أبو كراس يرجع يخدم في الكنيسة تاني. وصلاة من أجل كراس عنده خراج تحت الجلد، عمل أشعة النتيجة تكون سليمة. صلاة من أجلي جدا، صلوا من أجلي جدا لأني متألمة من ارتجاع المريء ومن ضغوط العمل في المدرسة. صلاة من أجل لوريس، الرب يشفيها من سرطان الكبد. اذكرونا في صلواتكم، زوجي رعد مريض سرطان، واذكروا أولادي، ربنا ينور طريقهم ويحميهم ويشفيهم. أرجو الصلاة من أجل الطفلة جومانا جورج عندها مشاكل في عصب العين ومحتاجة معجزة. صلاة من أجل أخي تعبان نفسيا. أرجوكم تلبت صلاة من أجل أخويا وائل سعد في العناية المركزة، أرجوكم صلوا ضروري. صلاة من أجل نادر عنده أسحار وأعمال، الرب يفكه. صلاة من أجل الطفلة يوستينا عصمت عندها لوكيميا. تلبت صلاة من أجل ميلاد عنده مشاكل في الشغل كبيرة خالص، ومديره متعصب جدا ومقدم على طلب نقل، والمدير مضطهده ومش عايز يمضي على طلب النقل وعايز يوديه مكان شغل صعب. اذكروا بيتي ومراتي وبنتي، أرجوكم تلبت صلاة قوية لأن الرب السيد عنده للموت مخارج. اذكروني في صلاتكم مجدي. صلاة من أجل محب آخر سنة في هندسة، صلاة أن الرب يعطيه فهم ونجاح ويسنده ويعزيه لوفاة والدته ويعطيه سلام في حياته. صلاة من أجل حنان لحل المشاكل اللي موجودة في البيت، والرب يملك على البيت ويكون فيه سلام. صلاة من أجل شيرين، الرب يرتب لها موضوع الارتباط. صلاة من أجل بيتر محبوس ظلم وعنده جلسة قريب. صلاة من أجل بنت الرب لاحتياجها الشديد لسكن. صلاة من أجل نوال، الرب يشفيها من خشونة الركبة. صلاة لأجل ماتيلدا رقدة في الفراش، الرب يقيمها. صلاة من أجل بنت ماجا وعيلته، الرب بيت مجا وعيلته، الرب يتملي بالسلام والراحة. أصلي أختي تطلبك ملك على بيتها وأولادها، أنت وحدك مصدر الراحة المريحة لبيتها. أرجوكم محتاجة صلاة من أجل بيتي يتملي من سلام يسوع المسيح وندوق حلاوة العشرة معاه. اتفضل يا نشأت. أبونا السماء نشكرك ونباركك. نعم يا رب، جينا نقول لك يا رب اكز جبروتك وهلم مال خلاصنا. نعم يا رب، إذا قوتك في حياتنا ورعبك على أعدائنا. نعم يا رب، شعبك نعم بيصرخ ليك يا رب، من فضلك خلص بيمينك واستجب لي يا رب. نعم نعم يا رب، تعالى كل رب حفرة تاخد فيها شعبك، وكل تعب يا رب، كل أنين وكل وجع يا رب عبدك كده قال لك، لأن تأوهي وتنهدي ليس بمستور عنك، فأنت يا رب كل تأوه كل تنهد كل طلبة صلاة وكل احتياج كل وجع وكل ألم ليس بمستور عنك. ده مش بس كده يا رب، لكن انت مشاركنا فيه وانت معانا فيه، واحنا مش لوحدنا يا رب. من فضلك طمن شعبك، طمن ولادك يا رب، اشفي أوجاعنا واشفي أمراضنا يا رب. أيضا من فضلك اشفي ارتدادنا في اسمك المبارك، نرجع ليك بكل قلوبنا ونكون معاك وتكون فينا ونكون فيك ساكن في قلوبنا وانت ملك علينا يا رب. فلا يطمع فينا العدو في اسم المسيح يسوع، لا نكون للسلب ولا للنهب ولا للأسر ولا للحزن ولا للتعب، لكن نكون فيك للراحة والسلام يا رب، نكون فيك يا رب للنصرة وللغلبة
قلبه في اسم المسيح. ارفع راس شعبك من كل الحنة، ارفع راس شعبك من كل نير على الاكتاف، ساعد ولادك، ارسل معونة من عندك من هيكل قدسك. عضدنا رب، نعم انت اعتمادنا وانت متكلنا وانت سندنا، عشان كده جايين لك نصرخ لك بكل طلبة، كل احتياج، كل حيرة، كل ضيق يا رب، نعم كل ضيق نفس وكل مرارة نفس، اسمع واستجيب يا لما لخلاصنا. انهض جبروتك، بل انهض غيرتك على شعبك، نعم انهض غيرتك على ولادك يا رب، نعم في اسم المسيح نستودع كل طلبة وكل حد بالاسم. أشكرك أنه في الإيد الأمينة وفي اليد القدير أيضا، كل الكرامة أنك تسمع لنا النهاردة وتستجيب يا رب. أمين أمين. بشكركم جدا، بشكرك يا نيفين، شكرا، بشكرك يا وجدي، شكرا، بشكرك يا نشأت. مش هنتذمر، هنكون دايما بنشكر والقلب يكون بيمتن، ونتذكر إجادة الرب معانا في كل وقت، ده يكون بيساعدنا نكون دايما بنشكر. ربنا معاكم.